السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بالتواصل معكم. فكرت جيدا، يعني بماذا يمكن أن نذكر أو نتذكر هذه السنة الصعبة التي مرت في حياتنا؟ ولم أخذ لا ورقة ولا قلم لأكتب هذه الكلمات، فقد كانت صيغة خواطر ينبغي أن أقولها على الأقل. يعني سنة 2020 كانت صعبة على الجميع، ومع ذلك الحمد لله تحملنا عناءها، خصوصا وأنه توقفت لي مشاريع للتدريب والكوتشينج والاستشارات مع عدد من المؤسسات والجمعيات، سواء المؤسسات الحكومية والغير الحكومية. كذلك تعطلت الكثير من المقالات التي أنجزتها، رغم أنني أنجزت العدد كبير من المقالات هذه السنة، والحوارات بعضها في طريقه للنشر، بعضها تعطل، بعضها نشر. وكذلك شيء آخر، يعني الشيء الجميل كذلك في 2020، اجتزت بكالوريا جديدة، يعني وأنت تشعر بإحساس جميل يراودك كأنك أول مرة ستحصل على البكالوريا، رغم أنني حصلت على عدد لا بأس به من البكالوريات. كذلك حصلت على إجازة أخرى في علم اجتماع، إجازة مهمة كذلك، هي طمرت 3 سنوات من العمل الجاد ومن الاشتغال. كتبت كذلك بعض البحوث المحكمة، هناك من نشر وهناك من لم ينشر بعد، وهناك من في طريقه للنشر. كذلك توقفت الكثير من الأشياء الصعبة، يعني فقدنا الكثير من الأحباء ومن الأصدقاء ومن الأقارب في بكورونا أو بغيرها. يعني مررنا بظروف صعبة وبمشاعر مختلطة ومتنوعة ومختلفة، يعني يستطيع الإنسان أن يمر في نفس اليوم بجميع أنواع أو مختلف المشاعر. كذلك شيء آخر هو أنه قمت بطريقة أو بأخرى بالاشتغال على كتابي الأول، حاولت أن أنجزه وأن أنهي بعض المهام، لكن اليوم ربما الشيء الجميل فيه أنه قريبا سينشر. ثاني شيء من الأشياء التي حفزتني كذلك على أن أتحدث معكم اليوم هو أن السنة الماضية ابتداء من 31/2019 كنت في دورة، يعني آخر أيام السنة قدمت دورة تدريبية، وفي اليوم وفي ليلة السنة قضيتها مع والداي واحتفلنا بالسنة الجديدة، وكانت مشاعر فيها دفء وفيها حنان وفيها حب وفيها مشاعر مرتفعة كما يقول جاك لاكان. كذلك شيء يعني، وبعدها بدأت مباشرة دورات وانشغالات كثيرة، يعني إلى غاية الكثير من الأنشطة توقفت إلى غاية مارس. وكذلك دربت عددا معينا من الناس، وقدمت استشارات لأناس من مختلف المناطق ومن مختلف الدول، سواء عن بعد أو الذين قدمت لهم بشكل حضوري، يعني حتى. وكذلك درست عددا مهما من التلاميذ ولله الحمد. وكانت هذه تجربة صعبة، أول مرة نمر بمثل هذه التجربة الصعبة التي غيرت الكثير من العادات ومن السلوكيات التي كنا نمارسها أو لم نبالي بها. والحمد لله على كل حال، وأرجو من العلي القدير أن تكون هذه السنة سنة إضافات وسنة حب واطمئنان على الإنسانية جمعاء، متمنية للجميع كل التوفيق والسداد والتيسير في حياته الخاصة والعامة. شكرا، جزاكم الله خير الجزاء.